بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم ورقص الكبار عبر شاشة دبي ريسنج. ينطلق أحد أشواطنا وهو شوط الزمولة السابع في أشواط هذا الصباح، سابع أشواط صباح هذا اليوم الخاص بزمولة المحليات إلى صايل بشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مسار 6 كيلومترات على هذا التحدي والرقص الجميل. مباشرة نندفع وننطلق مع المراكز الأولى، هذا اللي يسيطر مشاهدينا متابعينا الكرام ويقود المشاركين شيقر، أو الشيقر يقود المشاركين، ولكن هناك التغيير على المركز الأول الشمالي، تعود ملكية السمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، يضمر عبد الله بن سعيد بن حسين اللي يقود المشاركين، بينما يأتي في المركز الثاني ثاني المراكز يندفع فيها ملول، تعود ملكية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى تضميره، بينما المركز الثالث الشيقر ياتي في المركز الثالث ايضا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع. المركز الرابع يتقدم في المركز الرابع هيمان، تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان، يضمر محمد يمعى بن محمد المزروعي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم شاهين على خامس المراكز لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، يضمر سهيل بن سالم العامري على خامس المراكز. أما المركز السادس من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد، المركز السادس في هذه اللحظات. وسادس المراكز ياتي الشمالي لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى، يضم علي بن سعيد الخاطري، والمركز السابع في هذه اللحظات. يا سلام، هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره وهو في ثامن المراكز. اما المركز التاسع في هذه اللحظات مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، محمد بن سعيد بن حلوه يقود مضمرا، وياتي الواش في هذه اللحظات من هجن العاصفة إلى عاشر المراكز، ويضمر حمد بن راشد بن غدير. هكذا العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار الزمول المحليات في سابع أشواط صباحي هذا اليوم، مع 6 كيلومترات ومع الكبار ورقص الكبار على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في هذه الأيام الجميلة والرائعة. على هذا الانطلاق نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية لهذه المجموعة الأولى اللي يتقدمها ويقودها إلى يقود مسارها في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. يا سلام، هذا الشمالي يقود المشاركين، يتقدم المنطلقين اللي هو الشمالي لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، عبد الله بن سعيد بن حسين يقود في التضمير. الله، عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري المضمر للشمالي اللي يسيطر على مقدمة الشوط، يلي أيضا في المركز الثاني الشمالي لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى علي بن سعيد الخاطري يأتي مضمرا مع هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث يا سلام ثالث المراكز اللي يتدخل واللي يندفع بقوة حاملا كذلك. هناك يعود في هذه
اللحظات مشاهدي العزاء شاهين لاسمه الشيخ محمد بن خالد القاسمي سال سهيل بن سالم العامري يقود مضمرا على المركز الثالث. أما المركز الرابع هملول لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يضمره في رابع المراكز. والمركز الخامس يتدخل في هذه اللحظة هيمان لتعود ملكية لاسمه الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان. يمع بن محمد المزروعي يتولى تضميره في هذا المنطلق في خامس المراكز. أما المركز السادس يتقدم في سادس المراكز شيقر لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يضمره. المركز السابع شاهين لاسمه الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. سيف بن مبارك بن غويث يتولى تضميره. يتدخل من الجانب الآخر الواش من هجن العاصفة يضمره حمد بن راشد بن غدير في ثامن المراكز. والمركز التاسع وصل مهيب لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة يتولى تضميره. وياتي العساس في هذه اللحظات في عاشر المراكز من هجن العاصفة يضمر حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز للمرة الثانية على التوالي مع مسار الزمول وتحديات وانطلاقة الكبار والأداء الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ويا مجمل الرقص مع الكبار مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل. الشمالي على رأس حربة هذا الشوط. الشمالي يقود المشاركين يتقدم المنطلقين الشمالي وياي من الميدان الشمالي كذلك من ميدان السوان يقدم هذا العرض وهذا الأداء الجميل لاسمه الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بقيادة عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري الذي يقدم الشمالي. كذلك ياتي شمالي آخر على المركز الثاني. شوف ما شاء الله مع هذا يتابع الشمالي الأول. يا سلام يا سلام لاسمه الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى علي بن سعيد الخاطري يتولى تضميره. الاثنين بعد المسافة الاثنين انطلقوا بالمراكز الأولى. المركز الثالث شاهين يأتي في المركز الثالث لاسمه الشيخ خالد لاسمه الشيخ محمد بن خالد القاسمي. سهيل بن سالم العامري يتولى تضميره. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات رابع المراكز يتقدم وياتينا هنا هيمان لاسمه الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل الهيان. ويمع بن محمد المزروعي في تضميره. وياتي مهيض لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة يتولى تضميره. شوف الأسماء شوف الأداء. هناك نعود مرة ثانية بعد مغادرتنا للوحة الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام. والشمالي هناك على المقدمة يقدمون عروض رائعة وجميلة. يا سلام الشمالي لا زال في المركز الأول لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري اللي يضمره. بينما المركز الثاني ثاني المراكز ياتي كذلك الشمالي لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى علي بن سعيد الخاطري كذلك يتولى عملية التضمير مع الاثنين اللي باعدوا المسافة باعدوا الانطلاق انطلقوا بالمقدمة. بينهم وبين بقية المراكز مسافة كبيرة ورائعة للقاية. خلاص يا سلام هذا شمالي السوان على المركز الأول وهذا شمالي اللبسة كذلك القادمات على ميدان المرموم والمنطلقاتنا مع هذا الاندفاع. تهانينا لاسمه الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي على هذا الفوز. وعبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري تهانينا والناموس لحظات الوصول إلى خط النهاية ولحظات الفوز والناموس على هذا الاندفاع. تهانينا
على هذا الفوز. تهانينا لحظات الوصول، بينما وصل في المركز الثاني الشمالي كذلك لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى المركز الثالث. انا من هجن العاصفه الواش او اللي هو العساس في المركز الثالث، والمركز الرابع وصل فيه شاهين لاسم الشيخ احمد بن سعيد المكتوم، والمركز الخامس وصل فيه مهيض لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. نعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا الشمالي قطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها بنشوف على شاشه التلفزيون في 10 دقائق و11 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، تهنية لعبد الله بن سعيد بن حسين على هذا الفوز. بينما المركز الثاني بنشوف الشمالي الآخر كذلك الذي قدم لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى، قطع المسافة في 10 دقائق و15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث نشوف المركز الثالث والتوقيت الزمني، العساس من هجن العاصفة قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق و23 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.